بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان صفة الجنة، لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته، وبيّن لنا الغرض الذي من أجله أوجدنا على ظهر هذه الحياة، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ووعدنا إن نحن أطعناه واستجبنا لأمره بالسعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. فأما في الدنيا فيقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة التي يعنيها القرآن هي حياة القلب، والقلب لا يمكن أن يهدأ وأن يستريح وأن يبتعد عن القلق والحيرة والاضطراب والضلال إلا في ظل الإيمان بالله. أما في الآخرة فقد قال عز وجل بعد هذه الآية: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجنة ونعيمها، حورها وقصورها، بساتينها وأنهارها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكل ما خطر في بالك فالجنة ونعيمها بخلاف ذلك. وليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، هناك قصور ولكن لا كقصور الدنيا، وهناك حور يعني نساء ولكن لا كنساء الدنيا. ويكفيهن وصف الله عز وجل لهن بقوله: حور مقصورات في الخيام، وقوله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقوله تبارك وتعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون، وكأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. وفي الجنة بساتين، وفي الجنة أنهار، ولكن لا كبساتين الدنيا ولا كأنهارها. بساتين الجنة أكلها دائم، وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأنهارها
أنهار من لبن لم يتغير طعمه. لكل مسلم ومؤمن في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين. لكل مؤمن في الجنة قصر تجري من تحته الأنهار، أربعة أنهار: نهر من لبن لم يتغير طعمه، وتغير طعم اللبن طبيعة فيه، إذا مرت عليه ليال تغير من الحلو إلى الحموضة ثم إلى الفساد والتسمم، ولكن لبن الجنة لا يتغير طعمه ولا يحمض ولا يتسمم. ونهر من خمر لذة للشاربين، وخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، خمر الدنيا يذهب العقول ويحول الإنسان من العقل إلى الجنون، واترك الخمرة لا تشربها كيف يسعى في جنون من عقل. الخمرة تذهب عقل المكلف فيرتكب الحرام ويقع في الجرائم ويرتكب المآسي لذهاب عقله، ولذا سميت أم الخبائث. وتوعد الله عز وجل من شربها في الدنيا ومات ولم يتب أن يسقيه الله عز وجل من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار. وقال: من شرب الخمرة في الدنيا ومات ولم يتب سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري في جهنم من فروج المومسات، يعني الزانيات. ومن شربها حرم خمر الجنة. ومعنى حرمان خمر الجنة أي حرمان دخولها، إذ لا يعني أنه يحرم من خمر الجنة أن شارب الخمر المدمن فيها يدخل الجنة ويمنع من خمر الجنة، لا، ولكن الحرمان يعني الحرمان الكلي عن الجنة، نظرا لأن الجنة ليس فيها شيء ممنوع على أهلها. فخمر الجنة لا يذهب العقول، وإنما لذة للشاربين، وطاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا لا فيها غول ولا هم منها ينزفون، لا تغتال العقول ولا تحصل الإنزاف، وإنما من خمر لذة للشاربين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ونهر من عسل مصفى، مو عسل بأدراس، نحن الآن كما يقول أحد الإخوة ما شبعنا في العسل غماس فكيف به أنهار. نهر يجري من تحت بيتك من عسل مصفى، ما فيه عكبر ولا فيه أخلاط، وإنما صافي أصفى من الشمس. وأنهار، أو النهر الرابع، من ماء غير آسن، من ماء غير آسن، لأن ماء الدنيا إذا ركد آسن، وإذا آسن تغير طعمه ولونه وريحه وفسد، ولكن ماء الجنة غير آسن. هذا كله نعيم وعد الله به أهل الإيمان. أما القصور ففي الجنة قصور يحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للمؤمن في الجنة: خيمة من درة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، له في الخيمة الواحدة 72 زوجة، 70 من الحور العين وثنتين من نسائه في الدنيا، لا يرى الواحدة منهن من طول المسافة من بين الواحدة والثانية. وأما أرضها وترابها وحشيشها فالأرض ذهب والتراب مسك والبناء لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والحشيش هو الزعفران الذي نشتريه الآن الجرام أو 5 جرام ب50 ريال، وزعفران الدنيا.
لا تشغلنك بالدنيا وخليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار يكن رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن عاليها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أحمد دلالها والرب بائعها، وجبريل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها، تلك المنازل في الآفاق خاوية، أضحت خرابا وذاق الموت بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، والله لو قنعت نفس بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها، والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد زانيها، لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها، رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. هذه الجنة، وهذا بعض وصفها، ولكن مهما وصف الواصف فقد وصفها الله في كتابه، ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن الأوصاف تختلف والحقائق تختلف. والله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يحدثنا من نثق في علمه وأمانته من المشائخ شاهد عيان، حضر القصة وعاصر أحداثها بنفسه. والقصة وقعت في مدينة بريدة في القصيم، ومدار القصة أن شابا نشأ وترعرع في عبادة الله، لا يعرف من الدنيا شيء إلا القرآن والمسجد، لم يقف في حياته لحظة واحدة مع صبي يلعب معه، وإنما منذ بلغ 6 سنوات وهو مع أبيه في المسجد، ويلازم المسجد باستمرار، ويقرأ القرآن باستمرار حتى حفظ القرآن وعمره 9 سنوات. وإذا سئل وبحث عنه أين هو، قالوا في المسجد. ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن. جاءت مرحلة الدراسة الابتدائية فذهب إلى المدرسة وجلس أسبوعا فيها، ثم عبر عن رغبته لوالديه بعدم الرغبة في الدراسة، فقالوا له: لما؟ قال: لأنه ما استفدت، يقول ضيعت الحفظ، أريد أجلس في المسجد للقرآن والذكر والدين. فجلس في المسجد وحفظ القرآن كما قلت، وحفظ كثيرا من الكتب الإسلامية، وكان إذا نظرت إليه تذكر الله من جلاله وبهائه ونور إيمانه. توفي والده وبقي في كفالة عمه، وحينما بلغ 16 من عمره مرض، واستمر مرضه أسبوعا كاملا، ثم توفي رحمة الله تعالى عليه. وكانت وفاته في 11:00 قبل الظهر، يعني في الضحى. فأراد عمه وهو الذي يشرف على تمريضه أن يذهب إلى الجماعة ليطلب منهم المسارعة في دفنه، ولكنه كان متعبا، فأراد أن ينام قليلا حتى يؤذن لصلاة الظهر ويحضر الناس في الصلاة، ويطلب منهم أن يدفنوه بعد الصلاة. فما إن نام قليلا عند الولد في غرفته إلا وهو بتلك المرأة في المنام. يقول: جاءت امرأة ومعها نساء من خلفها، فأيقظتني وقالت: يا شيخ، نسألك بالله إلا عجلت علينا بهذا الشاب. قالت: قال: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجته من الحوريات في الجنة.
ونحن على أحر من الجمر ننتظره وأنت تنام وتحبسه عنا، فنسألك بالله إلا عجلت به علينا. قال: فاستيقظ من نومته وقام ودع الناس وسارع في دفنه وتجهيزه، وحينما دخل الناس إلى الغرفة شموا رائحة ما شموا مثلها في الدنيا. قالوا: يا شيخ، عندك رائحة عظيمة في هذه الغرفة. قال: ما هذه الرائحة؟ قالوا: رائحة عود، طيب العود، لكن ليس كطيب عود الدنيا، عود يختلف عن كل أطياب الدنيا. قال: إنها رائحة الحورية، لا زال رائحتها فقط في الغرفة تعبك الغرفة وتطيبها. قال: ومكثت هذه الرائحة أكثر من شهرين. فكل ما خطر في بالك فالجنة بخلاف ذلك، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أمرنا بطاعته وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شرط وجواب من هنا شرطية: من يطع الرسول، ومن يطع الرسول، ومن يطع الله والرسول، هذا الشرط. والجواب: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما أعظمها من نعمة أن ينعم الله عليك بالجنة، وأن تكون مع نعم الرفقة مع من؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من بقي غير ذولا؟ طيب، ما بقي إلا القتلة والفجرة والزنا والسرقة والخمارين والمجرمين. قال: وحسن أولئك رفيقا. ويقول عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ليس الفوز أن تحصل على شهادة وأن تحتل منصبا وأن تتزوج جميلة وأن تسكن عمارة فارهة وأن تركب سيارة حديثة، هذا فوز، ولكنه فوز مؤقت. أما الفوز العظيم، الفوز الأبدي الذي يقول الله أنه فوز عظيم، فهو فوزك بطاعة الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسألك اللهم من فضلك. ونهانا عن معصيته وعن مخالفة أمره، وتوعدنا إن نحن عصيناه بناره، نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها وسلاسلها وأغلالها حديد، نار أوقد الله عليها 3000 عام، 1000 سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبكي في مرة من المرات، قال: ما يبكيك يا نبي الله يا روح القدس؟ قال: جئتك وقد أمر بمنافيخ النار، بشب عليها تضرم تشعل، جئتك وقد أمر بمنافيخ النار. قال: أتخشى وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه؟ تقول تخاف يا جبريل؟ قال: كيف لا أخشى وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل، فناداهما من السماء تبارك وتعالى: أني قد أمنتكما من عذابي. نار يقول الله فيها: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يتوقعون، وما لم يكن يخطر لهم على بال.
واستفتحوا وغاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه يتبلع ما يقدر يبلعه ماء صديد قيح ودم كيف يشربه يتجرعه يغصب به ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يأتيه الموت من الفراش لهم من جهنم مهاد وتصوروا كلمة مهاد فيها تهكم وفيها سخرية وفيها استهزاء هل في جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجزي الظالمين يأتيهم الموت من الهواء ومن الظل ظل من يحموم والهواء من سموم والطعام من زكوم والشراب من قزلين والأنكال والسلاسل والأغلال يغل الإنسان في النار أعاذنا الله وإياكم منها وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يغل الإنسان فتجمع أقدامه مع رقبته مع يديه يكلفت هكذا يقول الله يؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يكردس في النار نار تسود وجوه أهلها من ظلمة المعاصي ينادون وهم في طباقها وفي دركاتها يا مالك قد أثخرنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك قد تقطعت منا الكبود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فلا يجيب عليهم وعدم الإجابة فيها نوع من الرفض وعدم الاهتمام قال العلماء لا يجيبهم قدر الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم يفنيها مرتين وبعدين يرد عليه ايش يقول قال انكم ماكثون يعني مكانكم زين ما في خروج ليه قال لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الرسل تكتب وأنت تملي والملائكة تحول الحوالات حدتك تحول إلى قبرك وأنت اللي تحول من الناس من يحول ذهب ومن الناس من يحول بعر ومن الناس من يحول جمر والله لا يظلمك شيء إنما ما تعمل تجد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ما تبغى تشوفها ولكن هذه الحوالات تجمع وتخزن في القبر فإذا مات الإنسان رأى حوالاته فيقول أحد السلف يقول لا تحول إلا شيئا يسرك رؤيته لا تحول زنا ولا تحول غنى ولا تحول عقوق ولا تحول زور ولا تحول فجور ولا تحول حرام حول عمل صالح إذا رأيته تفرح مثل الطالب مع الفارق في القياس الذي يجتهد في أيام الامتحان ويصبر عن المنام بل بعضهم يبطل حتى من الطعام ويعكف على قراءة الكتب بالليل والنهار يفرح حينما تقدم له الشهادة فيقرأ أول مادة القرآن الكريم 100% التوحيد 100% فكلما قرأ مادة وشاف علامتها استبشر وفرح فإذا انتهى منها كلها قالها تفضلوا شوفوا الشهادة تبيض الوجه فيرفع رأسه ويأكل طعامه ويلذ في منامه ويرتاح في عطلته
وكل يجله ويبجله. لكن البليد المهمل الذي عاش على الرفض للكتب وعلى عدم المذاكرة وعلى اللعب والدوجة، إذا جاءت الشهادة يرفع رأسه، يبغى شهادة بالكتاب، ويجي مع الناس يقول يمكن يغلطون، يمكن فيه لجنة الرحمة ترحمني. فإذا أخذ الكتاب الشهادة وشافها وإذا بها تسود الوجه والعياذ بالله. القرآن الكريم 20 من 100، والتوحيد 15 من 100، والإنجليزي 3 أصفار مكعبات، لأن ما نجح في العربي فينجح في الإنجليزي. فإذا أخذ الشهادة حشها وذهب إلى البيت، قالوا له أهله: ها طلعت النتائج؟ قال: لا بعد ما طلعت النتيجة. متى؟ قال: يقولون بعد يومين. قالوا: أبطت. قال: تصحيح، صححون. وبعد يومين أرسلوه: ها جب النتيجة. رجع إليهم: ها طلعت النتيجة؟ قال: أعلنوها قبل أجي، ما سمعتها، لكن يقولون أنهم سمعوا اسمي. يقولون الأولاد، أما أنا ما سمعت. يمهد، يريد أن ينزل الخبر بالتقسيط، ما يبغى يقول لهم ساقط، يبغى يقول لهم بعدين، يعني بالتدرج. وبعدين طيب هيا بكرة. في اليوم الثاني راح وجاهم وعارف الموضوع، قال: أبشركم سلامات. الحمد لله سلامات، ما غير 3 مواد، وهي 13 مادة، 3 مواد بس، غيري كلهم ساقطين، أنا ما غير 3، وفي دور ثاني وبجيبها. هذا الفاشل في الدنيا كيف هذا وضعه؟ وفي دور ثاني وفي سنة ثانية وفيه فكه من كل دراسة، لكن الآخرة لا دور ثاني ولا سنة ثانية ولا فرصة، وإنما فرصة واحدة، من ضيعها وجازف فيها وخاطر بها خسر الدنيا والآخرة. فالمؤمن يوم القيامة يأخذ كتابه بيمينه، والفاجر يوم القيامة يأخذ كتابه بشماله ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فأنت تحول العمل إلى القبر، وعلى ضوء العمل تحاسب. والناظم يقول: يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، وقد سهى في غمرة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ألست على يقين أنك ستسكن القبر؟ ثم ألست على يقين أنك ستعامل في قبرك على ضوء ما حولت من عمل؟ أم تريد أن تخدع نفسك وتخادع نفسك؟ تريد أن تجري من الشوك العسل؟ تريد أن تحصل على جنة بالبعر؟ تريد أن تنجو من النار بالعمل السيء؟ هذا محال. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فهؤلاء في النار يقولون: يا مالك، ويدعونه فيقول: إنكم ماكثون. قالوا: ما في حيلة. أجل، نتوسط بصغار الموظفين، لأن مالك المدير العام، المسؤول الأول في النار هو، ما ضحك ولا يعرف الضحك، مخلوق من سخط الله، وتحته رؤساء الأقسام 19، قال الله عليها 19، يعني مسؤولين. وبعدين غلاظ شداد، غلاظ في الخلقة، شداد في الأخلاق، خلقتهم غليظة وأخلاقهم شديدة، لأنهم مخصصين للعذاب. وبعدين: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورد في الحديث أن الله إذا قال للملائكة: خذوه، حينما يؤتى بالفاجر يقال له: خذوه فغلوه، قال: فيبتدره 70,000 ملك اللي يقومون لكلمة خذوه، ما يقوم واحد، وإن الملك الواحد لا يأخذ هكذا فيلقي 70,000 في النار. لكن لما يقول الله خذوه يقوم للأمر 70,000 ملك،
فغلوه، الغل وضع القيد في الركبة مع اليدين والرجلين، ثم الجحيم سلوه، ثم في سلسلة يرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من فمه وتخرج من دبره علشان يتشوى زين في النار زي الدجاجة في المشوى. ليه يا رب؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا السبب، ما عنده خوف من الله، ما عنده مراقبة لله عز وجل، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. طابي مالك يقولون نشوف صغار الموظفين لعلهم يتوسطون أو يفزعون أو يشفعون. فأخبر الله عز وجل في سورة غافر في سورة المؤمن عن الخطاب الذي يقوله أهل النار لخزنة النار، قال عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يريدون يوم واحد بس إجازة، بس يريدون تخفيف وفكة من النار يوم واحد. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى بلى، جاءت الرسل، بلى جاءت الكتب، جاءت البينات. فتكون الملائكة، لأن الملائكة ما تتصور أن أحد يبلغ دين الله ويرفض دين الله. كيف طيب؟ أجل ليش خلقك ربي إلا للدين؟ خلقك سبهلل هكذا مثل الخبل؟ أنت والحمار سواء؟ أنت والأنعام سواء؟ تأكل وتشرب وتنكح وتنام وتقوم وتقعد وتسير؟ أنت لك ميزة، لك رسالة، لك هدف، أنت مخلوق للعبادة، وذيك مسخرة لخدمتك لهذا الكون. فلا تتصور الملائكة أن أحد يجيه الدين ويرفضه. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني يصيحوا ولا لا تصيحوا؟ في ضلال صياحكم، ولا ينتبه له ولا يستمع لكم. قال: فلما يئسوا من مالك ومن خزنة النار توجهوا بالدعاء إلى الله، يطلبون من الله الرحمة والفك. ذكر الله القصة في سورة المؤمنون، قال عز وجل: وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ما خسروا بيوتهم ولا خسروا أولادهم، خسروا أنفسهم، في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلوح هو تقلص الشفة العليا إلى الرأس، ونزول الشفة السفلى إلى السرة، مثل الذبيحة. إذا أخذت رأس الذبيحة وشويتها على النار ماذا يحصل عندها؟ الكلوح تتقلص، تطلع الشفة العليا فوق والشفة السفلى تحت، وتبدو أسنان الذبيحة. قال الله: تلفح وجوههم النار، أي تقفز النار على وجوههم، لأن أعز شيء عند الإنسان وجهه. ودك تجيك الضربة في ظهرك، ودك تجيك الضربة في رجلك في يدك، ولهذا إذا جاك شيء من كذا تتفي في وجهك، ما تبغى العذاب في وجهك، لكن النار تقفز في الوجه. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا، لكن ما عرفوا ربهم إلا في النار. ما هذا مكان هذاك اليوم؟ كان عرفوا ربهم في الدنيا هنا. لو قالوا ربنا في الدنيا لقال الله لهم: لبيكم، ولا استجاب الله لهم ولا هداهم. لكن ربهم في الدنيا الهوى، وربهم في الدنيا الشهوات، وربهم في الدنيا الشيطان، وربهم في الدنيا اللهو واللعب. لكن هناك يوم ذاقوا العذاب وذاقوا مسيس النار قالوا: ربنا، غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقولوا: ردنا يا رب نعمل، شوف شوف العبادة وتشوف العمل الصالح. طيب ليه ما هو من الآن؟ طيب والذي يسوف في التوبة ويؤخر التوبة نقول له: بالله هل تؤخر التوبة؟ هل تريد أن تعيش على المعاصي حتى تدخل النار وتقول هذه الكلمة؟ هل هذا منطق العقلاء؟ لا والله، ما هو منطق العقلاء. منطق العقلاء أنك من الآن قبل غد تتوب وترجع
وتصحح الوضع مع الله، وتصلح المسار إلى الله، وتنتقل بكامل حياتك إلى الله، وتكون جنديا من جنود الله، عابدا لله، ذاكرا لله، خائفا من الله، ملتزما بشرع الله، تنجو من عذاب الله. لكن تفرط وتهمل، ثم يكون المصير ذلك، ثم تكون ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما عاد ينفع. ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما ينبت أحدهم ببنت شفه، وما هو إلا الشهيق والزفير. لكن كلمة عاد يقولها قدام، كانوا يتكلمون، يتكلمون مع الخزنة، ويتكلمون مع مالك، ويتكلمون مع الله، لكن إذا قال الله اخسأوا فيها يعني النار ولا تكلمون، خلاص ما عاد في أمر. فهذه النار أعاذنا الله وإياكم منها، أجارنا الله وإياكم منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يقول إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه تبارك وتعالى في سورة الشعراء، حينما جاء على الأصنام التي كانت تعبد من دون الله فأنكرها وحقرها ثم دمرها وحطمها، ثم بعد ذلك ابتهل إلى الله وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، يعني رجع إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إبراهيم مع حسن المؤهلات ومع طول الخبرات ومع عمر المنزلة عند الله، طبعا المؤهلات نبي، والخبرة دعوة طويلة، والمنزلة لأنه أبو الموحدين حطم الآلهة، والمكانة الله نجاه من النار بالخطاب المباشر للنار، قلنا بدون واسطة، وحي رباني مباشرة إلى النار، قلنا يا نار، النار خاصيتها الإحراق، لكن الذي منحها الخاصية أبطل الخاصية، الله هو الذي منحها الخاصية بالإحراق، فلما أراد أن لا تحرق قال: يا نار كوني بردا، ما تكوني النار،
لكن ما هو برد يموت بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم. والله شرف عظيم يثني عليه ربنا ويقول في سورة صافات: سلام على إبراهيم. ومن سلم الله عليه والله هذه السعادة. ويقول: إنه من عبادنا المخلصين. ويقول: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يا سلام، ما أعظمها منزلة. ومع كل هذه المكانة والقدر يقول: يا ربي لا تخزيني يوم الدين. إبراهيم يخاف من الخزي، فكيف أنا وأنت؟ إبراهيم الذي حمل إلى النار وهو مكتف في المنجنيق، فتأتي الملائكة وتعرض خدماتها عليه وتقول له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ فيقول: أما إليكم فلا، وأما إلى ربي فبلى. في أصعب الظروف وفي أحرج المواقف موحد في كل حالة، لكن أكثر الناس اليوم موحد في العافية. وإذا جاء المرض أشرك بالله، هذا معنى قوله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا جاء المرض راح إلى الكاهن وإلى المشعوذ، يشكو الله، يشكو القوي على الضعيف. لا إله إلا الله، ولا تخزني يوم يبعثون. إن من أعظم الخزي أن يقف الإنسان بين يدي الله يوم القيامة مسود الوجه، وبعدين معرف غير، يعني ما هو مغطى ولا مجهول ولا منكر، وإنما يعرف وينادى عليه بنداء يسمعه أهل الموقف كلهم: ألا إن فلان ابن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فيعرف أهل الموقف أن فلان شقي، فيسود وجهه، ثم تسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله، من الخزي، ثم يساق إلى النار. كيف يساق؟ يسحب. قال الله: يوم يسحبون في النار على وجوههم، ما يسحبون على بطنه ولا على ظهره ولا على رجوله، على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة عميا وصما وبكما إلى جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذوقوا حرارة النار. فيحصل للإنسان وهو يقاد إلى النار من الخزي والمكر ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. يقول الله في أول سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول المفسرون حول هذه الآيات: إن المقت أي الكراهية للنفس، فلان يمقت نفسه، يكره نفسه، يسخط نفسه. يحصل للإنسان
حينما يرتكب سلوكا يؤدي به إلى موقف المشين. لو جاء بالزاني ويجلد في السوق، وقد رأيت أنا بعيني زانيا بكرا، ما هو محصن يعني ما رجب وإنما جلد 100 صوت، أخرج بعد أن عملت الصفة العسكر وجاءوا به من السيارة ونزلوه، فلما نزل الناس كلهم يبغون يشوفونه في هذا الموقف المخزي المشين وهو خجلان، فكان قد تلطم بغترته كذا ما يرى الناس إلا عيونه، لكن المنفذ بالحكم الشرعي مأمور هو أن يعريه عشان يشوفون الناس، لأنه ما يستحي، يستحي هنا ما هذا مكان السحاب، مكان الحياة قبل، يوم أن أقدمت على حرمات الله وارتكبت محارم الله وتجرأت على محارم المسلمين، هناك أن تستحي، أما هنا ما عاد يزعل، لأن من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. فجاء المنفذ وأخذ القترة والقبعة من فوق راسه وطلع راسه هكذا، ثم جاء اثنين يمسكونه من قدام، وجاء واحد بعصا خيزرانه وبدأ يضرب في ظهره وفي مقعدته وفي سيقانه، وكان ينبل العصا لأن الرجل يتحرك ما يجلس واقف، لا يزوك من الألم ويزوك، فهذا يعطيه في الأسفل، فإذا زاك أعطاه في اللي فوق، فإذا رجع أعطاه، المهم جلس يتألم ويتلوى كالثعبان في هذا الموقف حتى أشفق ورحمه الناس كلهم. ولكن الله يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترحم هذا، لأن الذي عذبه هو أرحم الراحمين، الذي أمر بجلده وسلخ جلده هو الله الذي هو أرحم الراحمين. في موقف المشين يتمنى أنه ما عرف الزنا، وأيضا لو أن إنسانا قتل إنسان ثم قبض عليه وحكم عليه بالإعدام وأخرج إلى ساحة القتل والقصاص في يوم الجمعة، وخرج من السيارة سيارة الشرطة ثم نظر إلى الموقف والناس كلهم مصطفين وقوف كلهم يشوفون هذا الموقف، عيون الخلق كلهم أين هي عيونهم؟ كلها تبغى تشوفه، يبغون يشوفون فين هذا اللي يقتل، وهو ينظر إليهم هكذا ويتأمل فيهم ويعرف هو أن كل هؤلاء الناس سوف يذهبون بعد لحظات إلى بيوتهم، يأكلون مع زوجاتهم ويتغدون مع أولادهم وينامون في بيوتهم ويباشرون مصالحهم ويعودون إلى أعمالهم، أما هو أين سيذهب؟ سيذهب وهو يقال إلى المقصلة إلى الموت، فيموت حينما يراهم ويموت حينما ينزل من السيارة ويموت في كل لحظة وفي كل خطوة وفي كل نبرة، ثم يجلس ويكتف وهو يموت، وفي لحظة من لحظات الخزي لا يعلمها إلا الله، ولو أخذنا من قلبه شريحة وحللناها ورأينا ما هو شعوره بتلك اللحظات، ماذا يدور في ذهنه؟ هل هو في حالة من السعادة؟ لأنه في حالة من الشقاء في الدنيا، وينتظر أيضا ما أعد الله للقتلة في النار، لأن القتل في الدنيا ما يقضي على المسألة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقتول يبعث يوم القيامة ويده في تلابيب قاتله ورأسه في يده الأخرى وأوداجه تشفب دما، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. والله يقول في سورة النساء وهي من آخر ما نزل، ولما سئل ابن عباس عن توبة القاتل قال كيف يتوب وكيف نحكم بتوبته، والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، كيف يكون توبة؟ ثم إن القتل الذي حصل للمقتول للقاتل هذا وفاء بحق الورثة، فإن الورثة بمجرد قتل الذي مات أصبح الحق لهم، فهم بالخيار بين أخذ الدية أو القصاص، فهم أخذوا، لكن هذا قتله بأي حق، اللي مات أول
قتل بغير حق، هذا مقتول بحق، لكن الأول مقتول بغير حق. ولهذا يقول الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. ويقول: ما يزال أو لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام دليل مو بسهل، والدماء صعبة جدا عند الله يوم القيامة. فهذا لو حللنا نفسك كيف يكون شعورك وهو رايح يموت ومن الموت فكر. لكن من يقاد إلى النار ويسحب على وجهه إلى النار يتذكر وهو في طريقه إلى النار، ليه؟ لما هذا المصير؟ فيعرف أن أسباب هذا المصير معصية الله، أن أسباب هذا المصير رفض دين الله، فيمقت نفسه، يمقت نفسه ويسخط نفسه. فتناديه الملائكة، وهنا ينادون، يسمون العلماء يقولون أن الفعل هنا فعل مضارع مبني للمجهول. ليه ما بني للمعلوم؟ قالوا لأن المخاطبين مجهولون عند الله، ليس لهم كرت ولا قيمة، فبنى الله الفعل للمجهول لجهالة المخاطبين. ينادون لمقت الله وسخط الله وغضب الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ليه؟ قال: إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون، ترفضون الدين. قالوا ربنا، مثل ذيك الأول ربنا لكن في غير مكانها، فنا ربنا. سألوا الله بصفتين عظيمتين من صفاته عز وجل، وهي صفة الإحياء والإماتة. قالوا ربنا: يا من تحيي ويا من تميت، لقد أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كنا أمواتا في الأصل فأحييتنا في الدنيا، ثم أموت موتنا ثم أحييتنا، فما دمت قادرا على الإحياء والإماتة نطلبك يا ربنا أن تموتنا المرة الخامسة. يبغون الموت، ما قالوا يبغى الحياة. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في إمكانية الخروج من النار؟ فلا يجابون إلى هذا، ويعرض، يسمون هذا من لفت الخطاب، يعرض عن جوابهم، لا يقال لهم بالخروج لأنه مستحيل الخروج، وإنما يقال لهم السبب الذي من أجله دخلوا، فيقال لهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. فيا إخوتي في الله، هذه مشاهد حية من القرآن مما سيحدث في القيامة، مشاهد والله ملموسة لكأننا نراها بأعيننا، والله قد نقلها لنا من أجل أن نأخذ العبرة والعظة، ولا نسوف ونماطل ونجازف حتى نصير في ذلك المصير المشؤوم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وقد أمركم بذلك مولاكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر الكفرة واليهود والملحدين وأعداء الدين. اللهم من أراد بهذه البلاد وبغيرها من بلاد المسلمين سوءا أو شرا أو كيدا، فاجعل شره في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنه لا يعجزك. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في خير من أطاعك واتقاك. اللهم اهدهم إلى هداك، واستعملهم في رضاك، وأعنهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك في هذه الساعة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وفرج هم المكروبين واقتل الصحة والسلامة لنا ولكافة عبادك المؤمنين في برك وبحرك أجمعين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث المطر في بلادنا وأوطاننا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة والضيق ما لا نشكوه إلا إليك، فلا تحرمنا يا مولانا من فضلك، فإنك أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أخي المسلم، مكتبة الفرقان السمعية بأبها تحييك وتتمنى لك العلم النافع والعمل الصالح من خلال سماعك لهذا الشريف، ونأمل منك عند حدوث أي خلل فني إشعارنا بذلك لنتمكن من إصلاحه، والله الموفق. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8129.